حب وتقدير واحترام مني أنا لسلسة مرة عبر شاشة زاكروس الفضائية، وبالتحديد مشوارنا الصباحي من سماء زاكروس. صباحكم حب وسعادة وطاقة إيجابية على كل من يشاهد ويتابع قناة زاكروس الفضائية، وأكيد زملائي داخل الاستوديو ما ننساهم ونقولهم صباح الخير على عيونكم. اليوم متواجدين في سوق البياع شارع 20 بالتحديد. هذا السوق من أهم وأقدم الأسواق الشعبية، يعتبر أنه سوق تجاري وأسواق تعتبر من المهمة جدا في بغداد. خلينا نتجول داخل هذا السوق زميلي ونتعرف أكثر عن حركة المواطنين وحركة السوق، أيضا من ناحية المبيع ومن ناحية نسبة الشراء. مرحبا، السلام عليكم. السلام. صاحب هذا المكان؟ لا نعم. شلون الشراء عندكم؟ شلون المبيعات؟ شلون الاسعار؟ زينه، مناسبه. اقبال الناس على هذا السوق بالتحديد؟ السوق مقابلين بي يعني حركته اوكي؟ زين الحمد لله. ربي يحفظك. نعم. مرحبا، السلام عليكم. السلام. اهلا وسهلا. قناه زاكروس. اهلا وسهلا بك. شلون السوق شفته انت اليوم؟ شلون تشوف نسبه المبيعات؟ بي غاليه ام رخيصه ام زينه؟ شلون اقبال الناس؟ والله هي السوق شويه هسه احسن قبل رمضان، وبرمضان لا كلش غالي، هسه شويه احسن، اقبال جيد جدا. اي جيد. رايك شنو اللي اختلف يعني؟ لانه هنا زايد دولار. زايد دولار، الدولار هو ياثر على السوق. هو من ينزل الدولار او يصعد الدولار؟ انا اللي اعرفه انه البضاعه تبقى نفسها كلها تشكي من هاي. والله هو يصعد الدولار ينزل الدولار، هو السوق ماشي ما يوقف، بس ياثر يعني على الدخل اليومي كل شيء ياثر. اي اهلا وسهلا. مرحبا، السلام عليكم. حبيبتي عليكم السلام. اهلا وسهلا. انا زاكروس. اهلا وسهلا بكم حبيبتي. شلون تشوفين حركه السوق؟ وشلون تشوفين حركه المواطنين ايضا؟ وشلون تشوفين نسبه المبيعات؟ والله بالنسبه للاسعار يعني شويه مرتفعه كانت كلش، والرواتب محدوده يعني ماكو تناسق بين السوق وبين الوارد يعني اللي يجي للدخل يعني المواطن، فالحركه شوفيها قليله يعني ما ذاك القوه الشرائيه موجوده. اي اكيد اذا اسعار البضائع ترتفع اكيد هو دخل المواطن محدود، راح يقل قدره الشراء المواطن على هو هذا الشيء هسه السائد بالسوق يعني انه تحكين ويا تريدين تشتري من عنده يقول لك انه الدولار صاعد، ويما تيجين احنا دخلنا هو بقى هو ثابت يعني شنو احنا بدينا، فقللنا المشتريات يعني. هاي تسكنت هذه المنطقه لو شويه بحي جاد؟ زين هنا هذه منطقه يعني دائما الناس نعم لانه نروح للتربيه عندنا هذه. اي فان شاء الله فنمر احنا نمر نستوقف في طريقنا، بس بالنسبه للاسعار هنا انسب من غير مكان يعني، هنا السوق بحي بالبياع انسب من غير مكان يعني، يعتبر بالاسواق الشعبيه تمام، ويعني اسعارهم كلش يعني طبيعية وزين. أفضل حبيبي، شكرا حبيبي. عيوني مشاهدينا مثل ما تلاحظون انه هاي المنطقة رغم بساطتها واهلها طيبة وناسها حلوين وطيبين عفويين وهذه، لكن تلاحظون انه الاشياء البسيطة هي تضيف روحية وجمالية للمكان اكثر. خلينا نتجول داخل هذا المكان زميلي علي ونشوف التفاصيل اكثر. مرحبا، السلام عليكم. شلون نشوف الشراء المواطنين؟ شلون نشوف نسبه المبيعات هاي الايام؟ جيده جيده زين. اي نفس زين يعني اختلفت عن الايام اللي مضت يعني؟ كان ايام العيد تختلف، ورا العيد احنا نعرفها تصير كسله، العالم اشترت واللي صرفت فلوسها بالعيد، فهسه تكون الحركة ضعيفة، بس هو هذا السوق يعني يوم قوي ثاني يوم شوية يصير ضعيف. الحمد لله. الحمد لله، ألف الحمد لله. كل الشكر لك، أبوي رزقك. مع السلامة عيوني. أي نعم، مشاهدينا هنا هذا السوق يشمل كثير تفاصيل، يعني المواد الغذائية والمواد المنزلية والإنشائيات وال يعني اهل المحال الملابس والموبايلات وكل التفاصيل اللي يحتاجها المنزل العراقي والبيت العراقي بالتحديد موجوده داخل هذا السوق. نتجول داخل السوق اكثر زميلي. مرحبا، السلام عليكم. شلونك عمي؟ هلا يا الحمد لله. شلون السوق وياكم؟ شلون زين الحمد لله. ايش وقت صار السوق يعني خلينا نقول زين؟ صار بيوم من الايام الاعياد.
من يعني من ورا العيد ولا؟ وهسه شوية يعني صار بخمور. هسه رجع خمور. شلون الاقبال الناس عليه وايضا شلون سعر البضائع عندكم؟ بضائع والله هاي بالعلوه غالية تجي هاي. زين شنو السعر الغلاء اللي دا يصير؟ الغلاء يعني هناك قصدي لو بالعلوه؟ لا هو بالعلوه او باي مكان. مو هذا كله مستورد يجي طبعا غالي. اكثر رزق لك شكرا عمي ربي يحفظك. نعم خلي نشوف هذا او الفلافل. لفت انتباهي طبعا الفلافل من اهم الاكلات الشعبيه البغداديه اللي موجوده بالبغداد. مرحبا السلام عليكم. شلونك عمو شو اخبارك؟ رحم الله والديك. اشوف الفلافل عندك بنوعيتين الصفراء والخضراء. شنو الاختلاف اللي يصير بيناتهم؟ هاي بيها ثوم وهاي بيها خضرة معدنوس وكراث ونضيف لها السوداء والبهارات والزعتر. شلون نسبة اقبال الناس عليها؟ والله مو مثل قبل يعني شوية صار قليل على مود السوق والحركة. سعر الدولار منصعد والحمص منصعد سعره، بس نحن بقينا نفس السعر لا بدلنا ولا صعدنا. وقفت اسعار الفلافل نفس السعر. هي تعتبر من اهم الاكلات الشعبيه الفقير يسموها اكثر سحب اهل المطاعم لو المطاعم يجون مرات من عندنا الناس من عندنا ياخذون هذا النص كيلو هذا الكيلو هذا البلي ب 500 نمشي العالم والما عندنا نعطيه في سبيل الله. يرزقك ان شاء الله. اتر رزق ربي يحفظك. هم تضيفوا لها السمسم والتفاصيل هذه؟ السمسم بالزعتر. هذا السمسم بالزعتر والبهارات مشكوك يعني سبع انواع بها البهارات مو نوع واحد. نخبطها من العطار ويثرم لنا اياها ويجيب لنا اياها. ايش يعني؟ ندلي القلب. وهاي الشاميه ايضا. الشاميه. ايه. تسووها انتم بالبيت يعني؟ هنا بالماكينه نخلي الزبد ودهن وملح نخبطها ونطلعها ونبعد. الاكلات القديمه الحلوه اللي موجوده ظلت محافظه على التراث البغدادي القديم. الحمد لله والشكر. الشاميه بي العنبه الهاية. الحمد لله والشكر. الحمد لله الله يسلمك. نعم مشاهدينا مثل ما تلاحظون هذه الاشياء التفاصيل اللي تفرحنا اللي هي الشاميه كانت اكلتنا المفضله واحنا صغار طبعا اكيد لانه هي والشعر بنات تعتبر الفرحه للطفل. هذا ما يسمح به وقت جولتي لهذا اليوم. هذه عوده لكم زملائي داخل الاستوديو لتكمله باقي فقرات مشوارنا الصباحي لنا سما الذاكرس. تقبلوا تحياتي انا رسول السماء رائي وتحيات كل كادر عمل. الى اللقاء.